أهلا بكم متابعي قناة الملوك. يلاحظ الكثير من مربي طيور البادي وخاصة في التربية الفردية أن الأنثى أنثى طائر البادي ترمي البيض من العش. لاحظوا عندنا بيضة مرمية في أرضية القفص. تعالوا نتعرف على الأسباب التي تجعل الأنثى البادي ترمي البيض من العش. طبعا يوجد الكثير من الأسباب التي تجعل طيور البادي ترمي البيض من العش، ومنها أهم هذه الأسباب كما تلاحظون. لاحظوا عندنا لحظة هذه البيضة، طبعا الأنثى أنثى البادي ترمي البيض من العش بسبب إذا لاحظت الأنثى أن البيضة مكسورة تقوم برمي البيضة من العش. وأيضا سبحان الله الأنثى تستشعر أن البيض فاسد. تلاحظ في بعض الأحيان أن الأنثى تقوم برمي جميع البيض من العش، يعني عندما تشعر أن البيض فاسد تقوم برمي البيض من العش. طبعا هذه الحالة تكون في بعض الإناث، يعني ليس في كل الإناث، بعض الإناث سبحان الله تستشعر وترمي البيض من العش حتى تبيض من جديد، ولكن بعض الإناث نلاحظ أنها تبيض تستمر بوضع البيض على البيض الفاسد، ولكن بعض الإناث لا ترمي البيض من العش. فمن أهم الأسباب هو عندما تلاحظ الأنثى أن البيضة مكسورة مباشرة تقوم برميها من العش، وبعض الإناث تأكل البيضة. طبعا عندما تنكسر البيضة نلاحظ أنها تجف، فتقوم الأنثى بأكل قشرة البيض، لأن بعض المربين يلاحظوا أن البيض يختفي نهائيا من العش، يعني لا يجد في أرضية القفص ولا في أي مكان. فالسبب هو أن الأنثى تأكل قشرة البيض. وإذا لاحظت أن الأنثى تأكل قشرة البيض، فالأنثى تحتاج إلى الكالسيوم، يجب أن نضع لهم عظم الحبار، وعظم الحبار مهم جدا في القفص بشكل مستمر. عظم الحبار طبعا غني جدا بالكالسيوم، ويقوي العظام، عظام الطيور، وأيضا يقوي قشرة البيض. يعني أي شخص يعاني من البيض ينكسر داخل العش، إذا لاحظت أن البيض ينكسر دائما داخل العش، أو أن الأنثى مثلا ترمي البيض باستمرار، فيجب أن نضع عظم الحبار لطيور البادي، لأن عظم الحبار يقوي قشرة البيض فلا تنكسر بسهولة داخل العش. فهذه من أهم أسباب التي تجعل الأنثى البادي ترمي البيض من العش. أو يوجد أسباب أخرى في التربية الجماعية. نلاحظ أن الأنثى تضع البيض وتدخل أنثى ثانية متطفلة إلى العش، طبعا تحصل معركة وتستولي الأنثى الجديدة على العش. أول شيء تقوم به الأنثى الجديدة هو رمي البيض من العش، ترمي جميع البيض من داخل العش، سواء كان مخصب أو مكسر أو غير مخصب، جميع البيض ترميه من داخل العش، وتبدأ بتجهيز العش من جديد حتى تبيض. هذه طبعا في التربية الجماعية، لكن في التربية الفردية لا. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.